طيب السلام عليكم يا جماعة مساء الخير كيف الأخبار؟ ما أعرف الصوت واضح ولا ما واضح ولا؟ تمام ممكن نبدا آه دقيقه بس الصوت عندي يتكرر هنا الصوت واضح مش تمام اول شيء السلام عليكم اهلا مساء الخير كيف الاخبار ان شاء الله طيبين يعطيكم آه العافيه تشرف لي طبعا حضوركم لل بس الصغيرة زي ما بيقولوا، إن آه، شاء الله نحن نحاول نأخذ إنتروداكشن كويس عن الواحد كيف يستفيد من البرامج حقة شاي جي بي تي يعني عموما، آه، أنا محمد الطيب، يعني آه، شغال كـ data scientist أو machine learning engineer برضو، آه، برضو still طالب بكالوريوس لكن اشتغلت في projects كثيرة في المواضيع دي يعني الحمد لله، آه، أعتقد ال ممكن ناخد اول شي بسيط كده عن اول شيء اصلا البرامج حقت شات جي بي تي او المشتقات حقتها طبعا هي شني وكذا وشنو الكويس وشنو شغال احسن حاجه وشنو السيء وكذا اول شيء في البدايه طبعا اول حاجه طبعا هي طبعا المودلز او النماذج حقت اللغه دي كلها يسموها ال LLM ال اختصار ل لارج لانجوج مودلز خلاص النماذج اللغويه الكبيره لانها طبعا بتكون متعلمه على ديتا كبيره شديد يعني عموما ف يلا النماذج اللغوية الكبيرة دي في منها أنواع كثيرة أشهر واحد واحد اسمه جي بي تي وفي واحد تاني اسمه بالم خلاص يلا جي بي تي ده أصلا مسويه شركة اسمها أوبن أي خلاص أصدرت منه يصدر عدة إصدارات جي بي تي واحد واثنين وثلاثة وأربعة آخر واحد وبالم ده جديد نوعا ما لكنه حق جوجل خلاص يلا شركة أوبن أي مش سوت شنو مش شالت جي بي تي خلاص المهم هي في تريك جديد كده في فكره جديده بحثيه ظهرت يعني انه كيف تخلي الموت اللي طلع لك يعني اجابات معقوله يعني خلاص او اجابات مفيده خلاص فلما نطبق الفكره دي على جي بي تي طلع عليهم حاجه اسمها تشات جي بي تي خلاص وناس جوجل لما طبقوا الحاجه دي على بالم طلع عليهم حاجه برضه اسمها بارد لو الناس حصل لقته يعني بارد ده برضه زي تشات جي بي تي خلاص لكن حق جوجل تمام آه وطبعا اوبن اي ذاته عندهم يعني هم عملوا تشات جي بي تي في ناس مايكروسوفت عملوا حاجه اسمها بينج اي خلاص بينج اي وناس جوجل عملوا بارد يلا احسن واحد بينه طبعا هو جي بي تي جي بي تي الجديد جي بي تي 4 وكده ناس مايكروسوفت طبعا عندهم تعاون مع ناس اوبن اي اي وكده فمش شات جي بي تي 4 نفسه ركبوه عنده في بينج اي ده يعني خلاص بس غير الاسم الفوكس مو بينج اي بدل تشات جي بي تي ناس بارد استخدموا حقهم وهم براهم خلاص اللي هو حق جوجل آه يلا الأحسن وينه صراحة الأحسن بينج أي وشات جي بي تي برضو صراحة عنده عنده شنو؟ يعني هو كويس نوعا ما لكن آه أداؤه أقل من ديل بأكد الحتة دي بدون شك يعني آه جربت فيه حتات كتير جربت فيه كتير يعني صراحة دايما أداؤه أقل من التانيات إيه آه شات جي بي تي وبينج أي وكدا بالإضافة لأنه شات جي بي تي أي آه طبعا شات جي بي تي ما متوفر تقريبا في السودان وبلدان كثيرة تقريبا غالبية البلدان العربية ما متوفر فيها أصلا على عكس بينج اي, اي طبعا بينج اي متوفر حاليا طبعا ممكن تفتح من السودان ما بيحتاج في بي ان يعني موضوع سهل شديد انا عشان حاليا لو بنشتغل غالبا بحس بنشتغل في بينج اي, اي خلاص لانه هو اولموست نفس في تشات جي بي تي خلاص ولكن مفتوح في السودان في حته ثانيه في يعني وبرضه في ميزه مهمه حته انه آه عنده قابليه اتصال بالانترنت ممكن يشيل معلومات من الانترنت ناس تشات جي بي تي طبعا ما ممكن حاجه هي دي مفيده في حته شنو؟ في حتة تخيل انه في بيبر جديده نزلت مثلا بها يومين ثلاثه خلاص وانا داير آخذ لها سمري ولا الخصه في بوينتس ولا حاجه زي كده اي ممكن طبعا يجيب لك المعلومه عادي جدا يعني لكن شات جي بي تي طبعا بيقول لك انا ما عارف انا دربت على داتا قديمه بس خلاص ف يعني دي دي اللي بتخلي شويه اي عنده ميزه هنا خلاص المهم انا حاسس غالبيه استخدامي في بنجا اي فحس لو بنشرح احنا شعبي بنجا اي ما احنا شعبي بارد و... يعني ولا شات جي بي تي لانه هو المتوفر وهو الناس تقدر تطبق عليه عملي يعني <overstay> <بمت lok> <سؤال emilateur> ف... تمام فتمام ممكن نبدا طبعا في البدايه طبعا بينجا آه كمان في ميزه ثانيه انه فيه برنامج حق جوال يعني انت ممكن تحملوه يعني كان فتشت في تلقوا في برنامج اسمه بينجا اي يعني كان حملته ممكن تستخدم الحاجه دي في الجوال عادي يعني ما بتحتاج ذاته عند اللابتوب خلاص والتسجيل فيه ذاته سهل ان شاء الله يلا تمام ممكن نبدا بحاجه اول شيء آه هنا في ميزه صغيره في بينجا اي ظريفه شويه اللي هو يقول لك اختار الكونفرزيشن ستايل يعني اختار الستايل حق المحادثه الدائره خلاص مور creative, مور balanced, مور بريسايز خلاص الفكره شنو هي طبعا الفكره تحت تحت الثلاث خيارات دي في فكره رياضيه جميله شديد يعني حتى انه كل ما تختار كرياتيف كل ما تذكر مات عشوائيه اكثر يعني خلاص الحاجه دي مفيده حتال... دا... دا... في حتى لما تكون تتكلم معاه في انه مثلا يديك معلومات عن قصص خلاص يديك قصص مثلا اي حاجه فيها ايماجينيشن اي حاجه فيها خيال خلاص آه شعير مثلا نكات خلاص عادي دي دي في كرياتيف بديك احسن بكثير اما بريسايز دي في اي حاجه مثلا دايرة ستريت فورورد يعني ولا شيء مثلا اكاديميك يعني شيء اكاديمي حاجه زي كذا اختار المول بريسايز عشان يديك فوكابري احسن وريزلتس احسن عموما تمام وبالانس طبعا دي بيناتهم الاثنين يعني فاحنا غالبيه شغلنا هسه يكون في بريسايز ف نبدا نشتغل على حق بريسايز تمام آه دقيقه بس يلا في البدايه انا بتكلم عن في في كم يوزج انا بحاول اتكلم عنهم خلاص لكم باول حاجه اللي هو انه انت كيف تستخدمه في التعلم يعني انه انت مثلا قاعد يعني في دراستك الذاتيه مثلا قاعد تقرا لك اي موضوع قاعد تدرس في حاجه ودايما يساعدك خلاص انك تستفيد منه كيف آه... اصرف حاجه في الموديل ممكن تتعامل معه يعني انا صراحه من جبت الموديل حق حاجة... تشات جي بي تي ولا بينج عموما خلاص في ميزه مهمه شديد ممكن تستفيدك في تفيدك في حته القرايه اللي هي شنو الموديل ده او النموذج ده يعني قادر يبسط المعلومه مهما كانت صعبه ومهما كانت تخص حقك قادر يبسطها لي بشكل تافه شديد يعني مهما كانت خلاص ومهما كانت تخص عندك يعني تخيل مثلا عندك شنو تخيل عندك دريس جديد تماما يعني ما حصلت قريت عنه ذاته من قبل خلاص يعني ممكن تساله عنه مثلا في البدايه يعني الفكره انت كيف تتعامل معه عشان تطلع منه مثلا موضوع التبسيط ده خلاص انت في البدايه تساله مثلا يديك شرح عام ولا تساله مثلا عن المفهوم ده بس اشرح لي الحاجه الفلانيه دي خلاص بعد ذلك بشرح لك بشكل عام شوية كده بعد ذلك شوية شوية ابدأ في التفاصيل يعني مثلا دك شريعة عام مثلا الحاجة الفلانية فيها النوع الفلاني والنوع الفلاني والنوع الفلاني خلاص امسك لي النوع الفلاني ده أنسخ مثلا النوع ده اقول كده اشرح لي ده بمزيد من التفصيل خلاص يجي يكتب لك تفاصيل كثيرة خلاص يلا افترض كتب تفاصيل كثيرة لكن شنو كان المصطلحات فيها تقدر تقول اكاديمية شديد او ما سهلة يعني خلاص ممكن تقول لي عادي يعني السطر ده بالذات انا شايفه اكثر سطر انا بستخدمه يعني اكسبلين سيمبلر بسيطه لي اكثر خلاص بتلقاه في لحظه بس شرح لك نفس المفهوم اللي كان فوق بكلمات صعبه كده بتلقاه شرحه لك بشكل تافه مبالغ يعني خلاص فانت لو قعدت تمسك كل واحد من التفاصيل حقت الدرس حقك كده سريع تلقى نفسك شيء كان ممكن ياخذ معاك يوم كامل عشان تخلصه درس عشان تفهم من حتات النت وكده ممكن تكون فهمته بامثلته وبسطته في ما يقارب النص ساعه فقط يعني خلاص هذه بتزيد لك البروتكتيفيتي شديد شديد يعني ممكن تخلص دروس كثيره وتنجز تنجز مراجع كثيره بشكل سريع شديد صراحه خلاص وطبعا ممكن تسال من امثله وتطبيقات والفروقات بين الحاجه الفلانيه والحاجه الفلانيه ولو ما عجبتك الامثله تقول لي اديني امثله زياده والامثله زياده لو ما عجبت تقول لي دين زياده خلاص والشرح لو ما عجبك تقول لي اشرح لي زياده بشكل ثاني فممكن عادي يعزك شديد هنا خلاص فممكن ناخذ ناخذ مثال كده خلاص طبعا في برضه معلومه مهمه وطبعاً طبعا ممكن يتكلم باي لغه يعني تقريبا خلاص فللناس لو اللي عنده عقده من اللغه الانجليزيه يعني خلاص آه لكن مثلا انت قاعد تقرا مرجع مثلا بالانجليزي لكن انت عندك مثلا عقده من الإنجليزي ما قاعد تكتب كويس خلاص فممكن تقول ليش شنو انت ممكن تكتب بالعربي تقول لي مثلا شنو اجيب لي باللغه الانجليزيه خلاص بعدك تكتب بالعربي عادي يعني بيفهم بيفهم كلامك عادي بدون مشكله يعني خلاص يلا خلونا ناخذ الموضوع كده مثلا اخذ موضوع ما اي علاقه به عشان اشوف ممكن ابسط ممكن نتكلم عن شنو؟ الشغل في الأحياء مثلا مثلا داير تفاصيل عن مثلا كريات الدم في الجسم يعني خلاص طبعا ما عندي أي علاقة بتاتا البتة أصلا بالأحياء يعني خلاص فكنا نشوف يدينا شنو يعني يلا هو في البداية بديك شنو زي سمر كده عام يعني ملخص للحاجة دي بشكل عام أنت شوي شوي تمسك التفاصيل تخليه بسيطة ليك معاها أمثلة أو أي حاجة خلاص مقارنات لو داير يعني وتمشي للنقطة اللي بعدها كل شوية تمسك نقطة يفصل لك تلخصها يمشي اللي بعدها يعني خلاص زي كده خلاص ما عارف قال لك الدم بيحتوي على انواع كده وكده ما ادراك يعني ما عارف قال لك في ثلاثة انواع اللي هو الاحمر والابيض ما عارف البلاتيت ولا شنو ما عارف والابيض ذاته عنده خمسة انواع مثلا خلاص آه مثلا كان مسكنا واحد من الانواع حقت الابيض ده مثلا ما اعرف قال نيوتري فيلس ولا شنو ما خلاص ها اه افترض مثلا اشرح يعني انا احس شنو انت مثلا جيت تقرا مفهوم زي ده خلاص افترض يعني بغض النظر تخصصك شنو بغض النظر مهما كان خلاص اديت سؤال زي كده مثلا قال لك في عده انواع من الحاجه دي مثلا الجسم الفلاني والقسم الفلاني يلا اديك اول شيء حاجه عامه قال لك انه مثلا في ثلاثه انواع وفي مثلا الابيض ده عنده كذا نوع خلاص بعدين تمسك كل نوع براو مثلا احس انا مسكت نسخت ده حسيت مثلا خلاص آه بقول لهم مثلا شنو اشرح لي كيف يعمل الحاجه الفلانيه يعني كيف يعمل شيء ده ما أعرفه شنو خلاص آه في مثال يعني خلاص ممكن اشرح لك بشكل كويس يعني خلاص فانت ممكن تمسك كل واحد منها تقول له اشرح لي مثلا بامثله اشرح لي بامثله اشرح لي بامثله وفي كل شرح من الشروحات اللي بديك لي دي اطلب منه انه يخليها لك سيمبلر يعني ولا يبسطها لك اكثر خلاص آه دقيقه خليني اشوف بديك شنو المهم انا قال لك شنو شرح لك ما عارف انه النوع ده ما عارف من الدم الابيض وما عارف شنو البيح يعني بيحمي من, من التلوثات خلاص وانها ما عارف اول خلايا بتجي على الحته حقت الجروح ولا شنو ما عارف المهم كلام كثير ما عارف قال لك الكريات دي ما عارف بتعالج بانها تاكل المرض ولا حاجه زي كده بعد ذاك مثال ما عارف جيت كات لو مثلا جرحته في الجلده حقتك والبكتيريا دخلت وما ادري المهم تفاصيل يعني خلاص افترض ان الكلام ده كان معقد يعني افترض تستخدم مصطلحات ما فاهمه يعني ولا حاجه زي كده خلاص ممكن تقول ليش نو ببساطه يعني اشرح لي بشكل ابسط يعني اشرح لي بشكل ابسط دقيقه اه يعني شو اكيد يعني ما اي بايخ خلاص المهم دائما بتلاحظ انه شنو الشرح اللي بدي لي بعد شرح يكون بيكون اسهل بكثير مره واحده من الاول يعني بيحاول يخ... يختصروا لك خلاص وفي آه نفس الوقت شنو يديك الزيت بس خلاص الحاجه دي مفيده متين بالتحديد مفيده انت لما تكون قاعد تكتب ملخص تخيل انت بديت قاعد تقرا لك في درس يعني مثلا ولا من حته في المرجع ولا كده خلاص فلما تساله من نقطه نقطه يكتب لك في التفاصيل يعني بعدك يلخصها لك يعني انت الملخص ده ممكن تشكله بحد ذاته تكتب في الملخص حقك يعني خلاص هذه يوسف جدا يعني يوسف كمان في حته لما تكون قاعد تقرا لك مرجع مثلا في فقرات طويله شديد خلاص ده تشيل منها المعلومات المهمة بس ممكن تنسخها ليه هنا وتقول لي لخصها لي في نقاط يعني خلاص بعدك تشيل النقاط تكتب في الملخص حقك هاي دي فيري يعني خلاص شايف هنا فوق ذاته كان كاتب ما عارف شنو انه الحاجه ان الكلام الفوق حق الدم الابيض شنو بيحصل بعمليه بيح... اسمها شنو عارف خلاص انا ممكن اساله طوالي مثلا كل تفصيله من التفاصيل بمسكها واقول له فصل لي اشرح لي بشكل ابسط واديني امثله كل تفصيله امسكها لي اشرح لي بشكل ابسط واديني امثله وكده يعني خلاص بس ممكن اقول له دي يعني ال آه ممكن اقول له اخبرني بالمزيد عن العمليه دي يعني دقيقه وطبعا الحاجه دي ممكن انت كمان في في ميزات سمحة شديدة هنا اول حاجه ممكن تخليه يلخص لك الحياه في نقاط ممكن تخليه يقارن لك بين الحاجات يعني يا تو الاحسن مثلا يا تو الأسوأ يا الافضل تو تقدر تسال عادل هو ممكن يفتش عليك ويجيب لك الزيت خلاص يلا هنا ذاته شرح عليك ما اعرف قال لك العمليه اللي اسمها ايش ما عارف المهم في عده نقاط في عده خطوات الخطوه الاولى كده الخطوه الثانيه كده خلاص دقيقه افترض الكلام ده كان مواضيع، المهم أداك ملخص الكلام ده صح؟ ممكن أقول لك شنو؟ آه يعني أكتبه في نقاط، أنا يعني أداك لي صورة كمان، <applause> خلاص؟ يلا ممكن أقول لك أكتبه في نقاط انا أدك لي صوره كمان خلاص يلا ممكن اقول لك لي في نقاط يعني خلاص يعني ذاته كملخص كده تستفيد منه في حتات ثانية. انت لو حطيت يعني اولموست اي درس لو مسكته خلاص يعني بديت فيه بالشكل ده وصلت في الحته دي ممكن تلقى ملخص لاي نقطه من يعني النقاط فتمشي بتمشي سريع يعني بتزيد لك السرعه حقت شغلك كثير شديد برضه ممكن تستفيد منه في شنو انك تكتب ممكن تخليه قليل لك بين جدول يعني مش قال في انواع كثيره ما عارف من الدم الابيض ولا شنو ممكن تقول لي شنو لخص لي يعني لخص مثلا الفروقات في جدول خلاص يعني ممكن يرسل لك جدول عادي لو داير جدول ممكن مثلا تصوره وتضيف الملخص حقك يعني لاحظته يعني حاجات كثيره ممكن يسهل لك يعني لو جيت تقرا درس الحاجه دي بتكون يوسفل شديد يعني بتوفر عليك وقت ثقيل شديد آه برضو انا انبه الحتات انت بس شنو في البدايه خليه يديك ملخص بتمشي تمشي في التفاصيل بعد كل مره يبسط لك اديني امثله يبسط لي. لك اديني امثله وحاول استخدم يعني لو لقيت كم نوع من حاجه محدده ما فاهمها قول لي قارن لي بين دي ودي اديني مثلا في جدول اديني في نقاط خلاص وريني اللي حسوينه واديني امثله عشان افرق بيناتهم زي الناس مثال واضح عشان افرق بين النوع الفلاني والنوع الفلاني خلاص فدي كلها حاجات شنو بتخلي بتخليك تقدر تنجز يعني تنجز معلومات كثيره بشكل سريع شديد دي الديجيتال من حاجتين لكن انت إيه ممكن تقول لي مثلا لخص صفر بين النوع الدم الابيض في جدول يعني الاعمده تكون مثلا الفانكشن حقتها مثلا ال... ما اعرف ممكن تدي كم حاجه مثلا لي بناء على الحاجه الفلانيه والحاجه الفلانيه والحاجه الفلانيه خلاص ف صراحة الحاجة دي بتخليك تخلص أشياء تقيل أنا أنا ليه بك بكرر الكلام ده لأنه بجد الحاجة دي يسفل شديد أنا مستخدمها كثير بنفس الفكرة بنفس الآلية دي وبتخليني أخلص صراحة مفاهيم صعبة ومراجعة يعني حاجات كثيرة في وقت قصير شديد فأعتقد دي النقطة الأولى حتة أنه دلن... أنت المفروض تستفيد منه في حتة أنك تو أني كونسبت يعني تفهم بأي أي مفهوم ولا تستخدمه في أنك يعني في دراستك عموما يعني عشان تسهل لك المفاهيم وكده يعني ولا تستخدمه لانه يعني يسوي لك ملخص احسن ممكن تنسخ لك نقاط من المرجع حقك يعني باراجراف طويل تخليه يلخص لك وزات ولا ويو... ينظم لك نفسه في حتات نقاط واضحه يعني ويديك له مثال نفس الكلام المكتوب في المرجع ما فيه مثال ممكن تنسخه هنا وتقول له اديني له مثال ويكتب لك بملخص ومثال وتنسخه انت عندك في الملخص حقك فتستفيد اكثر يعني خلاص ف دي, دي النقطه الاولى ثاني آه، تاني ممكن نمشي لحته الريسيرش سمري انت لو يعني دي حته التعلم حسيته ممكن نمشي لحته انت كيف تستفيد منه في انه تفهم بيه البيبرز يعني خلاص ممكن طبعا انت تعمل نيو توبيك لو التوبيك ده حقك خلاص يعني خلصت منه ده تتكلم معاه حاجه ثانيه ممكن تعمل نيو توبيك وطبعا التوبيكس حقتك آه، بتكون ملخص هنا تحطه الجنب اليمين آه، ده حس الموضوع الاول لو ضغطت هنا بيرجعك نفس الموضوع الاول خلاص ممكن تتواصل معه يعني يعني المحادثه عادي يعني تمام ف لو بدينا موضوع جديد انا حاسس اذا اتكلم عن شنو ريسيرش سمري خلاص انه مثلا عندك بيبر جديده ما عارف عنها اي حاجه بتاتا البتة اصلا خلاص وجاي لتفهمها، تفهمها خلاص آه انت طبعا آه الميزه الظريفه هنا انت ممكن بس تديه اسم البيبر بس خلاص هو تلقائي يبحث في, في النت وبيجيب لك زيتها خلاص فما يعني ما بتحتاج الى مثلا ممكن لو ما لقاها ممكن تستخلي الرابط حقها مرات بيشتغل بالرابط وكده، لكن على الاغلب انت لو استخدمت الاسم حق البيبر حقتك كامله وحاولت استخدم مثلا على الاقل شيء من المؤلفين، عموما الاسم البيبر يكون كافي لكنه استخدم معه شيء من المؤلفين مثلا خلاص وديت عليه يعني ممكن تبدا له دي يو نو البيبر الفلانيه، لو بتعرفها طوالي بيبدا يكتب لك شنو؟ آه يعني بيقول لك هي بعرفها وبتتكلم عن الحاجه الفلانيه وكده يعني خلاص ف وانا عشان اوريكم واحده من النقاط حق القوه حق بينك اي ما حق شات جي, جي بي تي تحديدا حق اوبن اي اي انه هنا يمكن يصل للانترنت خلاص فخلوني اتكلم حسي في بيبر كده خلاص اسمها شنو؟ اسمها دراج Uh, your بيبر في بيبر كده اسمها دراجو organ يعني هي اصلا في الاي AI يعني في الذكاء الاصطناعي البيبر دي نازله انتين. البيبر دي نازله ليها بس خمسه يوم <applause> خلاص نازله ليها خمسه يوم هل بيقدر يجيبها؟ نشوف يس yes, I know about drag organ it's research paper that describes technique called كده وبيتكلم لك عنها بالتفصيل يعني تفصيل كيف تقول الزول فاهم الكلام ده من يعني تقول هو كاتبه خلاص ف بيشرح لك اي حاجه عنها بذلك يعني من البدايه يقول لك هي ان جنرال الحاجه الفلانيه بيتكلم عن الشيء الفلاني بيديك زي سمري صغير كده يعني خلاص تديه اسم البيبر يلا اول حاجه تبدا بها شنو ممكن انت عشان تبدا اي بيبر اسك فور ذا terminology يعني شنو آه خليه يلخص لك المصطلحات في البيبر خلاص ممكن تقول شنو آه يعني give me summary about the the paper. يعني أديني شنو؟ آه، ملخص عن شنو المصطلحات الموجودة في البيبر أول حاجة. خلاص. يلا ها بيديك كل مصطلح وبيشرح لك المصطلح شنو. خلاص دي النقطة الأولى هي تو كده هي بيبر. خليني يخلص. مش راح عليك كمان مبسوط يعني طبعا بالتفصيل كده يلا انت طبعا هو ممكن يكتب لك اكثر طبعا البيبر دي شويه هي شايفة معقده كده عشان كده انا ما اقدر اخش فيها كثير لكن عموما يعني اي يعني هو بيدرك بالمصطلحات العامه يعني انت ممكن تساله من مور ديتيلز يعني خلاص مثلا المصطلحات دي زاد لو ما كانت واضحه نفس الكلام اللي قلناك بيل انه تو اسك انه في البدايه انت بديك سمري بعدك اسال في الديتيلز خلاص امسك مثلا حسي كل واحد من النقاط دي ممكن مثلا تمسك مثلا جينيريتيف ايمج مانيفولد خلاص مثلا ممكن تنسخها ليتي تقول لي مثلا اكسبلين الحاجه الفلانيه ان مور ديتيل يعني خلاص عشان يشرح لك ومش متسر وبسطها لي اكثر وتسال من اكزامبلز خلاص يعني بيوضح لك الموضوع الى اخره ممكن تمسك كل واحده من النقاط دي تفصل فيها زي كده خلاص يعني سما يعني تمسكها بشكل عام تفاصيل اكزامبلز بشكل عام تفاصيل اكزامبلز تواصل كده في كل واحد من المصطلحات دي وتمشي لقدام يلا اللي بتتحصل عليه في النهايه ككل يعني بعد تخلص الكلام ده كله يعني بتحصل على ملخص هنا في باعتباره في بينج اي في محادثه واحده ملخص للبيبر كامل انا بنصح صراحه الملخص ده انت تشيله تنسخه في تكست برا ملف تكست ولا ملف نصي برا ولا ملف ويرد خلاص لانه شنو ممكن انت بعدك تخلي الملف ده برا وتمشي ثاني تفتح البيبر بعدك تشوف تقارن هتلقى نفسك في حاجات كثيره شديد آه في حاجات كثيره شديد تفهمتها من شات جي بي تي هنا ده ما كانت واضحه لك في البيبر خلاص بدي دي نقطه امبورتنت يعني عموما آه وحتى تلقاه في مصطلحات مثلا في البيبر دائما بيخت... مرات بيستخدم مصطلحات صعبه شويه ولا حتّى يعني في نقاط تكون صعبه شويه فتلقاه هنا لخصها ليك واداك لي امثله يعني خليها ليك ما شاء الله يعني شيء نظيف شديد عموما انت في البدايه زي ما قلت شنو اي بيبر تبدا تبدا تسال من التيرمينولوجي مثلا حقت البيبر طبعا انت حر تاخذ الابروتش اللي تشوفها يعني لكن كبدايه كده ممكن تسال مثلا من التيرمينولوجي بعد ذاك يعني Give me مثلا ال summary about the main points read the paper. ممكن تسألوا يلخص لك النقاط المهمة الأول الرئيسية في البيبر كاملة في بس نقاط خلاص يعني زي ما قلت لك قلت شنو تبدأ بسمري دقيقة يلا هو في النقاط دي لخص اي حاجه لخص ينو في البدايه ده كانه يعني زي ابستراكت كده انه البيبر اقترح طريقة للتحكم بحيث مع الجانز وكده يعني في البعادة قال لك الحاجه دي تمت كيف الاوثرز قال لك اللي اقترحوا لانه دراجانتك اللي هي يعني موديل نموذج جديد يتكون من الحاجه الفلانيه والحاجه الفلانيه لما تسوي تستخدم القان بتقدر تحرك اي صوره مهم وتخليها مهم هي طبعا الفكره انه ما اعرف لو سمعت بالبيبر دي طبعا بيبر عجيبه شديد الفكره انه مثلا تخيل عندك صوره مثلا حقت اسد كذا اسد مثلا مقفل خشمه كده خلاص البيبر دي اقترحت نموذج حق ذكاء اصطناعي انت ممكن شنو تاخذ نقطتين على خشم الاسد مثلا اللي فوق يطلع لك صوره نفس الاسد لكن شنو خشمه فاتح الاصل هي طبعا شيء يعني هي استخدم هاي اسمها الجان لانه هو الجان قال شويه قديمه طبعا وكذا فكونه يجدد فيها حاجه يجدد فيها حاجه انجاز جميل يعني فعموما وقاعد قاعد يلخصها هنا عشان نصل للنقطه دي تو اتشيف ذس المهم استخدموا الطريقه الفلانيه ودي النتيجه حقتهم في النهايه قال معرف بوث كواليتاتيف كوانتيتيف كوانتيتيف كومباريزون دي ادفانتج اوف دراج يعني قال لك كل دي في النهايه الملخص في النهايه انه في النهايه اثبتت لنا انه كل يعني كل في كل المقاييس انه دي دائما احسن طريقه مثلا جديده فشنو بدي اول شيء اوفر فيو عام عن البيبر كلها شنو خلاص والتفاصيل التقنيه بشكل مبسط كده يعني بعد ده نفس الفكره ممكن تمسك كل واحده من النقاط دي يعني عادي يعني تمسك كده مثلا النقطه فوق مثلا خلاص تكتب هنا مثلا اكسبلين ان مور ديتيال. خلاص يعني ممكن نتكلم عن النقطة الثانية دي هي المهمة هزيت شكله تغت. يعني تفاصيل الموديل كلها هنا اكسبلين this point ممكن تكتبين this point in more detail يعني خلاص يلا شوي شوي بيبدأ يخش لك في التفاصيل خلاص يعني ممكن تبدأ في البداية في النقطة الأولى هو هي طبعا هي متكونه من حاجتين فيمسك لك كل واحده منها بيقعد يكب فيها كلام كثير الشغله دي شغاله كيف وكذا بعد ذاك بسطت اكتب اكثر اكسبلين سيمبلر بعد ذاك حاول اديني اكزامبلز اي نقطه شايفها ما فاهمها اشرحها لي بشكل مفصل اكتر اي نقطه شايفها محتاجة اكزامبلز خليك يديك اكزامبلز اي نقطه شايف ملخبطه بي، ملخبطه بين الحاجه الفلانيه والحاجه الفلانيه حتى لو يعني مهما كانت حتى لو ما كانت موجوده في البيبر يعني شنو الفرق بين الحاجه الفلانيه والحاجه الفلانيه بيشرح لك الفرق عادي شنو انواع حق الحاجه الفلانيه بيشرح لك ال... يعني شنو تحاول بقدر الامكان اسال اي سؤال عن البيبر ممكن يديك زي... يديك زياده طوالي ممكن تستخدم التيبلز تقول لي لخص لي الحاجه في جدول ممكن تخلي لخص لك الكلام في نقاط يلخصها لك في نقاط ولا يرتب لك الكلام المحدد في نقاط خلاص آه. ممكن يفيدك شديد يعني في الحتات دي اتوقع آه. مثلا حسي قال اتفصل لي قال لك انه البيبر اقترحت نموذج بيعتمد على حاجتين معاي فيتشر بيست موشن سوبرفيجن وحاجه ثانيه دي خلاص ممكن تمسك دي ثاني تقول لي مثلا اكسبلين ذيس ان مور ديتيل خلاص وثاني تتصل من لا يعني نفس الفكره اعتقد اعتقد الفكره الله ما وضحت يعني لكن انت بس الموديل ميزته القويه شديد في حته التعلم شنو؟ انه ممكن يبسط لك اي موضوع يبسط لك بقدر الامكان يخلي لك حاجه سهله جدا يعني خلاص والحاجه دي مهاره ما سهله خلاص يعني مهاره ما سهله نهائي كونك تقدر تمسك مصطلح غايه في التعقيد وتبسطه لابسط شيء مهما كان التخصص فدي حاجه يوسف شديد انت تقرا الموضوع ده يعني خلاص ف صراحه الناس لو استفادت من الشيء ده بشكل كويس يعني بيوفر عليهم وقت كتير والله انا شخصيا وفر عليه وقت كتير شديد فاعتقد دي النقطه الثانيه حته البيبرز ان شاء الله تكون الفكره وضحت اللي هو انت ممكن تدي اسم البيبر جرد اسم البيبر يعني ولو ما ما لخبط فيها ولا ما لقى ممكن تدي الاوثر ولا ممكن تدي الرابط حقها في النهايه تسال مثلا سمري ان بوينتس لخص لك الكلام في نقاط تسال مثلا عن الترمينولوجي المصطلحات لو في حاجه شايفه محتاجه مقارنه ممكن تسال مقارنه ممكن تصير من جدول قال لي في جدول بين الحاجه الفلانيه والحاجه الفلانيه لو ما بتعرف انجليزي قول وأجيب لي اجيب لك مثلا باللغه الانجليزيه واكتب لي بالعربي عادي ممكن يكتب لك بالانجليزي عموما انا ما بنصح الاجابات تخليه يجاوب لك بالعربي لانه عموما ما الاداء حقه ما سمح يعني التجارب بكثير في الحتات العلميه تحديدا الاداء حقه ما سمح ف شاء الله ان شاء الله تكون الفكره واضحه طبعا انت ممكن تديزات كونسترينتس يعني تقييدات كذا ممكن تقول لي مثلا جاوب لي الحاجه الفلانيه في اقل مثلا من 50 كلمه ولا مثلا في في سطرين بس يعني لخص لي البيبر دي كلها في سطرين <applause> ممكن تكتب لي حاجه زي كده طبعا يكتب لك حاجه عامه شديد لكن برضه ممكن يعني ولا ممكن تقول لي فصل لي فيها كثير شديد ولا انت ممكن تاخذ تاخذ راحتك يعني في الاجابه ذاتها شكلها كيف يعني جدول ولا نقاط ولا عامله كيف ودائره بيأتوا لغه ودائره طويله ولا قصيره لو اداك جاب قصيره اقول لك خليها طويله طويله خليها ليه قصيره عادي يعني انت ممكن تتحكم في الموضوع بشكل كويس جديد فدي حته الريسيرش سمري ممكن نخش في الحته الثالثه حته دل... الحته دي حساسه شويه غايته لكن ممكن نتكلم عنها حته انه انت كيف ممكن تستخدمه عشان تكتب الموتيفيشن ليترز اللي هي ساله الحافز والحياه زي كده وتستخدمه في حته التطبيقات يعني مثلا عندك تقديم في حته محدده تقديم مثلا لاي فورمة ولا كده او مثلا بيطلب قطعه ولا شيء ممكن تستخدم في حته الريسيرش طبعا هنا هنا الحته الحاره ذاتها <applause> حته الريسيرش تقريبا هو شنو؟ الحته دي حساسه جدا انه آه يعني تقريبا المجلات العلميه وكده بتحاسب على حته انه الكلام ده لو مكتوب بالاي يعني حتى لو بس تم صياغته بالاي اي اعاده صياغته بالاي هنا طبعا عندهم حساس يعني بيعتبروا زي تقريبا تزوير الحاجه زي كده تهيئ يعني فانا صراحه نصيحتي في الحته دي خلاص كل ما كان الموضوع ده تقدم له انت إيه عموما خلاص يعني جدي اكثر سيريس مور سيريس اكثر يعني في الحته دي او عارف انه التقييم حقهم بيكون اشد يعني فانا صراحه بحب, بنصح انك تقلل استخدامك المباشر للجملة في تشات جي بي تي خلاص يعني حتى لو بدك تستخدمها ما تستخدمها كثير يعني حاول انسخ جمله جملتين وفي الجمله اللي بتنسخها زاد حاول غير كلمات خلاص لانه صراحه يعني حتى الافكار حقت المستخدمه في انك تو ديتكت عشان تعرف هل النص الجاي ده هل من تشات جي بي تي ولا ما من تشات جي بي تي صراحه في تقنيات صراحه محترمه شديد صراحه يعني انا شفتها جربتها كم شفتها جربتها كم مره يعني هي السمحه شديد طبعا غاليه بقروش يعني لكن طبعا المجلات دي بتدفع يعني لكن هل هي فعلا في تقنيات تقدر تو ديسكفر الحاجه دي في خلاص وهل يعني بتدي تدي اكيرسي عالي فعلا بتدي اكيرسي عالي فالموضوع شنو الواحد ياخده بشكل سيريس انت لو دا تستخدم موضوع شات جي بي تي هنا بقدر الامكان حاول قلل استخدامك المباشر للجمل اللي بتشيلها منه ولو شلت منه ما تشيل فقرات كامله ولا كذا شيل جمله افصله بجملتين ثلاثة كاتبين انت، بعدك شيل جملتين مثلا، والجمل اللي بتشيلها زاد وغير فيها الكلمات، خلاص افصلها من بعض، غير ترتيبها، المهم شنو؟ موضوع انك تشيل مباشرة من الشات جي بي تي هل بيقدر ي... يعني لو في نظام حق انه ديتكت يعرف لك هل البيبر هل الكلام ده مكتوب من اي اي ولا ما مكتوب من اي فيه. هل ممكن تكتشف كلامك؟ ممكن تكتشف في الغالب يعني. فانت الحاجة دي بعد دي... تقدير انت هل انت شايف انه ممكن تنسخ عادي او التقديم حق الكلام سهل مثلا انت تقدم لك في جوجل فورم لحاجه سهله يعني خلاص ولا اذا تقدم لشيء سيريس سي زي فده كلام ثاني فانت شنو تحدد استخدامك للمودلز زي دي على حسب انت شايفه يعني ولا ممكن تكتبه وتخليه مثلا شنو يكتب لك صياغته هو بعدك انت بس تشيل من صياغته ساي يعني صياغته العامه كيف صاغ الجمل ممكن تشيل انت تكتب براك لكن تشيل من صياغته بشكل عام كده فعموما الموضوع شنو يعني الواحد لازم ياخذ لمسته الخاصه في النص حقه أه ولا اعتقد في النهايه بيسوي لك مشكله أه لكن انا في النهايه بشرح لكم الفكره اللي انا كيف تستخدمه وانا بشرحها خلاص بعد ده كل زول ممكن يشوفه آه يعني على حسب استخدامه كيف فالفكره هنا عموما شنو اهم نقطه في حته الموتيفيشن ليترز والحتات دي انه ممكن انت تستخدمه كاداه كأد حقت اعاده الصياغه خلاص او صياغه لكلامك يعني عموما الفكره كيف تحديدا الفكره دي تقريبا انت بتفيدك جدا يعني حتى لو انت مثلا ما كنت عارف انجليزي خلاص افترضوا مثلا انا اقدم في منحه ما اعرف مين شيء، يعني افترض مثلا منحة تركية، يعني مش منحة التركية مثلا بيطلبوا خطاب حافظ طويل كده وما ادري كلام كثير يعني خلاص ف طبعا انت خد مور الفكره انه انت شنو اه لو افترضنا دارين نجاوب بالانجليزي يعني انت ممكن تقول له بس تجيب بالانجليزي يعني عادي خلاص يلا الفكره انك انت ممكن تدي طبعا انت احسن تدي بالانج... لو انت داري بالانجليزي في حته زي دي احسن تدي كلام بالانجليزي عادي لكن ممكن تدي بالعربي آه. افترض حسي مثلا انت إيه انت حاول امسك كله كل انت إيه وش في راسك قسم جز... البراجرافز بتاعت افترض عندك خ... 10 براجرافز بتاعت يعني 10 قطع يعني 10 فقرات تقول خلاص مثلا الفقره الاولى تتكلم فيها مثلا عن نفسك اسمك ومثلا درست وين ومثلا يعني انترست في مجال مثلا خلاص انت قاعد تكتب مثلا في الخطاب الحافز حقك مثلا ده ثلاثة اربع فقرات الفقره الاولى تتكلم فيها عن نفسك مثلا الثانيه تتكلم فيها مثلا عن خبراتك مثلا الثالثه عن التطوع حقك مثلا عن الحاجه الفلانيه الفكره انه شنو؟ انت ما تخلي تشات جي بي تي يكتب لك الكلام هو خلاص انت تستخدم تشات جي بي تي باعتباره يعني زي زول فاهم الانجليزي خلاص مثلا لكن الافكار منك انت الافكار منك انت إت انت هنا اديه الافكار خلاص وخليه هو يديك الصياغه يعني زي انت باعتبار في النهايه القطعه دي اصلا بتكون حقتك انت يعني خلاص انه انت شنو يعني بتقول مثلا ماي نيم از كده المهم شنو هي قطعه حقتك انت فيها تفاصيل إنت لكن لقيت لك زول بيعرف انجليزي يصاغ عليك يعني خلاص فتعاملوا معاه بالشكل ده فانا ممكن اقول له شنو حسي دقيقه آه مثلا اريد التقديم يعني انت حاول في البدايه طبعا اديه الكونتكست يعني اديه السياق الداير يسوي لك فيه آه يعني اشرح له مثلا في البدايه جاوبني باللغه الانجليزيه انا دايرك مثلا داري اقدم على الحاجه الفلانيه داير احاول ابدا رساله الحافز حاديك كل مره نقاط لفقره محدده داير تلخصها لي بالانجليزي ممكن تكتب زي كده يعني خلاص مثلا التقديم في منحه في اي مكان يعني مثلا يعني دقيقه طبعا ممكن تكتب لها يعني حاجه بس بالسينس ده بالمعنى ده يعني ما ضروري الا نفس الكلام خلاص وكونوا اصلا انت الـ... ممكن تكتب لها بالعربي الموضوع ان شاء الله ايزي يعني ما يحتاج بيحتاج ما في مشكله ان شاء الله تمام فيلا في ممكن شنو ممكن ابدا مثلا first باراجراف مثلا طبعا انا ما عارف لو انتبهت الحته دي لو انت يتو... قاعد تكتبه في الشات جي بي تي هنا لو ضغطت انتر هي هيمرر الطلب للشات جي بي تي يعني هيمرر كلامك ليه ولكن لو ضغطت شيفت انتر حينزلك سطر جديد عشان الناس تستفيد من الحته دي يعني فممكن اكتب لي الكلام في نقاط مثلا النقطه الاولى مثلا يعني طبعا انا شايف احسن أكتب ليه بالانجليزي مثلا محمد آه... طيب مثلا يعني خلاص مثلا ده اتكلم فيه عن انه مثلا انا درست مثلا في الحته الفلانيه آه استاذ طبعا حتى لو شنو حتى لو كلامك ما صح من ناحيه جرامر تحديدا ولا شديد كده في Spelling ما بتفرق كثير يعني بيقدر يفهمها خلاص آه مثلا انترست مثلا اي مثلا خلاص ومثلا آه received مثلا internship مثلا امتين يعني ما فرقت هي مي نقاط كده هي الفقره الاولى بس بدي نتكلم فيها عن شنو يعني دل, دل النقطه هنا خلاص بلخصها لي نقاط خلاص بعده السياق عليه هو يعني عينه يعني هو مثلا بيصور عليك كيف مثلا my name is محمد الطيب and I'm graduate of كده I received my bachelor of كده I have a strong interest in كده يعني شنو؟ كده almost لخص لك الفقرة الأولى خلاص يلا مثلا شايفة قصيرة شديد خلاص طبعا ممكن تقول لي شنو؟ make it مثلا longer خلاص خليها لي أطول خلاص فممكن يزيد لك في في الكلام لو داير يعني لو لقيتها طويلة ممكن تستطلب تخل... تطلب يخلي لك أقصر خلاص فأنت ممكن تتحكم في الحياة دي بشكل سهل يعني عن يعني هنا قال لي شنو؟ ماي يعني محمد طيب انا ام أبرود graduate يعني بدل خطا جراديويت سهله خلاص فشنو؟ نفس الكلام هسه لو قريت الكلام ده تقول نفس نفس المعاني والكلام اللي فوق قاعد هنا بس هنا كتب لك في خمسة سطور بدل شنو؟ سطرين فوق يعني خلاص لو داري شرطه ممكن تقول لي شرطه تخلي لي اكثر فانت شنو؟ بديك اداء قويه يعني في الحته دي آه وممكن شنو؟ لو في عبارات محدده انت شايفها ما مناسبه ممكن تستخدم العباره دي مثلا وتقول لي العباره دي ما مناسبه غيرها لي خلاص آه لكن عموما النتائج بتجيك منه لازم تقرا تتاكد انك قريتها وفهمت كتب لك شنو لانه مرات مرات خلاص بيزيد لك معلومه معلومتين من عنده فجاه يقول لك ما عارف مشيت تدريب في اليابان وانت اليابان انا شفتها اصلا خلاص فشنو لازم تقرا الكلام اللي كتبه لك تتاكد أن الكلام اللي كتبه لك هو ملخص او صياغه لنفس النقاط اللي خطيت عليه وانت تمام دي نقطه مهمه شديد اا آه... تفكر لي يعني الحاجه دي صراحه مرات تتكب الناس زي ما مواسير فدي نقطه مهمه يلا يعني انت لو مسكت كل فقره من الفقرات حقتك انت في البدايه تحدد لك شنو يعني تشوف انت تكتب عن شنو الفقره الاولى تكتب عن كذا الثانيه تكتب عن كذا في كل فقره تلخص بس النقاط اللي تكتب عنها وتخليه يصوغ لك. خلاص انت لو دا تستخدم تشات جي بي تي شايف زي ما ذكرت لكم في البدايه الموضوع على حسب انت يعني شايف الجديه حقت التقديم انت تقدمه لو الناس اللي بيحاسبوك على التقديم ده متاكد انهم حيحاسبوك شديد على موضوع انك لو استخدمت مثلا اعاده الصياغه مثلا من اي اي ولا كده بعدين غايته حر انا انا ما بقدر اقول لك اي ولا لا لكن انت ممكن تشيل مثلا من الكلام ده تنسخ جمله جملتين مثلا وتعدل فيها كلمات وتستخدمها انت خلاص ولا ممكن آه يعني انت تشيل منه الشكل العام بس مثلا انك تبدا بالاسم وكده لكن تكتب بكلماتك انت خلاص موضوع انك تغير كلمه ولا كلمتين في الجمله الواحده ولا كده هاي بتفرق شديد آه طبعا ممكن في النهايه اشرح لكم الكلام ده بيحصل كيف يعني كيف الاي اي ديتكشن بتشتغل لانه لو فهمتوها صراحه هتعرفوا ليه موضوع تغيير الكلمات طبعا انت كل ما تمشي قدام الموديل هو اثناء ما شغال يتوقع لك الكلمات خلاص ف هو طبعا بيطلع اول شيء كلمه ماي دي خلاص بيطلع لك انت هنا ثاني بيشيلها بيدخلها الموديل عشان يعرف الكلمه الجايه شنو فبيكون عنده اقتراحات حقت كلمات كثيره بيشيل الكلمه عندها اعلى احتمال اللي هي نيم خلاص بعد ذلك بيشيل ماي نيم يدخلها في الموديل ثاني خلاص بيديك كلمه كحاجة كلمات الكلمه الجايه يا ربي شنو بيشوف الكلمه عندها أع اعلى احتمال يخطها عليك از ثاني بيشيل ماي نيم از يدخلها ويشوف الكلمه عندها أحت اعلى احتمال يمشي يلا الانظمه حقت الاي اي ديتكشن انها تعرف لك هل النص دي جاي من اي اي ولا ما جاي من اي تشتغل كيف نفس المودلز اللي انت شغال بيها حق جي بي تي بيكون قاعد عندهم هناك بيدخلوا نفس النص المكتوب قدامه من في خلاص وبيدخلوا كلمه كلمه خلاص وكل ما دخلوا كلمه بيشوفوا الاحتمالات دي ذاتها خلاص هل الكلمه الجايه في النص اللي اديتني له وده هل هي قاعده ضمن لسه حقت الاحتمالات لو قاعده خلاص والحقيقة دي كانت على 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 كم جمله حاصله فهنا في احتمال كبير النص الجايب وده جاي من تشات جي بي تي فانت كونك تغير الكلمات الواضحه في الجمله هاي دي يعني شنو زي من الليست حقت الاحتمالات حقت الكلمات دي بتغير في اللستة بتجيب كلمات من عندك فهمتوني فدي اللي تخلي شنو بتخلي الموديل تو نوت ديتكت يعني يور تكست لكن عموما بس انا اهم نصيحه قلت لكم يعني كل ما حسيت الموضوع سيريس اكثر حاول تجنب الموضوع ده اكثر تجنب تشيل جمل مباشره لكن ممكن تسال من ايديز تسال من افكار انت مثلا لو 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 تكتب مثلا خطاب حافز ولا اي حاجه وما ما عندك افكار واضحه الكلام ده خلاص ممكن تسال اديني ايديز كيف اكتب انا بدي اقدم للمنحه الفلانيه خلاص وده اكتب خطاب مثلا فيه خمسه فقرات مع اكثر من 500 كلمه مفروض الخطاب يتضمن الحاجه الفلانيه والحاجه الفلانيه واتكلم عن الشيء الفلاني تقريبا مثلا المنحه التركيه مش بيطلبوا آه يعني في السؤال ذاته بيقول انه النص حقك لازم يتضمن الحاجه الفلانيه الحديث عن تركيا شيء زي كذا تقريبا ما متاكد خلاص ممكن تقول له انا بدي اتكلم عن الحاجه الفلانيه بدي اكتب رساله حافز عن الشيء الفلاني داير يعني شنو دا خطه مثلا ما تتجاوز 2000 كلمه ولا 2000 حرف ودا الخطه مثلا في اربع فقرات خلاص وريني ايديز افكار كيف اخط الكلام ده ممكن يقول لك مثلا يستخدم الفقره الاولى اكتب فيها الحاجه الفلانيه والحاجه الفلانيه والفقره الثانيه اكتب حاجه فلانيه تقول لي مثلا اديني اكزامبل او مثال كيف اكتب الحاجات دي ممكن يديك مثال عادي انت ممكن تكتب على شكله ممكن لو تستخدمه بشكل ده يعني ممكن تستخدمه بشكل ايدياز ممكن تستخدمه في شكل يعني شنو زي ما تقول الطريقه اللي بتعجبك يعني وطبعا لو لاحظت هنا انا قبل يمكن ما انتبهت للحته دي لكن لو رجعنا حسي مثلا حق الجبال حق ال الانفورميشن ده لو لاحظت طلعت هنا في شنو؟ في بديك وزاد اقتراحات لاسئله لو ده تعرف عن الموضوع زياده تيل مي مور ابوت ما المفاهيم اللي فوق دي خلاص فحتى حتى في حقه البيبر لو نزلت هو وزاد بديك اقتراحات هنا تيل مي مور ابوت هاو دراجون وركس هاو who are the authors of the paper what are some applications of DRAGON? خلاص كل واحد ممكن يديك انا ريزلت سمحة يعني فهو زاد بيديك اقتراحات ف اعتقد دي كل حاجه في حته الشات جي طبعا في مواقع للناس اللي بتهتم بالـ اي ديتكشن انه تعرف النص ده هل جاي من AI ولا ما جاي من AI. في مواقع طبعا مجانيه هي ما احسن حاجه لكن ممكن تجرب فيها عموما في واحد اسمه زيرو جي بي تي لو لقاكم لو كتبت في النت زيرو جي بي تي ونسخت نص من النصوص دي ولصقته هناك ممكن يديك يعني نسبه لدرجه الكلام ده من جي بي تي لكن عموما هل في احسن منه في احسن منه فانت ما ما تاخذه شنو باعتبار الشيء الضامن يعني خلاص فإن شاء الله اكون فصلت الحته دي بشكل كويس يعني الفكره بس زي ما قلت انك شنو تديه في نقاط كله فقره وتخليه اي عليك لك ممكن تساله بالعربي تدي الكلام بالعربي وتخليه يلخصك بالانجليزي فتمام نمشي الموضوع اللي بعده اخر واحد اللي هو حته كيف استفيد منه في تعلم الانجليزي يلا في الحته دي تحديدا طبعا الموضوع يطول في النهايه لكن الفكره انك انت دائما شنو بتديه سياق تديه سياق تتكلم عنه يعني هو الفكره هو عارف حاجات كثيره لكن انت كيف شنو تطلع منه المعلومات بشكل مطلوب خلاص فانت ممكن ممكن مثلا تقول له شنو آه تقول له مثلا انا حديك باراجرافز كتبتها انا خلاص وداك تصحيح لي تصحيح لي الاغلاط اللي فيها يعني خلاص وتوريني أخطائي وتوريني اخطاء شنو خلاص مثلا تقول انا انا طبعا كتبت لي حاجه زي كده قبل قاعد فاضي كده كتبت لي زي نص صغير كده النص ده كان كتبت له شنو؟ I will give you paragraphs written by me and want you to correct them and tell me my mistake يعني بديك برق... طبعا ممكن له بالعربي عادي يعني ما فرقت خلاص آه... وتقول لي اقول لك بالانجليزي انا اللي قلت له حديك paragraphs كتبتها انا خلاص وذلك تصحيح لي يعني خلاص وتوريني اخطائي شنو؟ آه... قلت له خذ لي, لي الاخطاء فيني، نقاط وشنو واشرح لي انواع الاخطاء دي كلها شنو؟ سواء كانت grammar, spelling, conjunctions خلاص كلمات ما مناسبه بين appropriate words وممكن تدي لي استعاد يعني مع غير اللي أنا بيتو يتزير صحيح لك شنو تحديدا ويديك اخطاء في شنو خلاص فشنو يعني ممكن تدي سياقه وشي زي ده خلاص وتقول لي انتر خلاص بعدين بيقول لك تفضل طوال يديني شنو النصوص حقتك يلا انا قبيل كده كان شنو زي نسخت لي آه. جبت لي كم نص كده آه من النصوص اللي كانت دقيقة آه يلا شنو انا جبت لي كم نص كده نصوص مليانة اخطاء جرامر وكلمات زي كده يعني خلاص ده حسي مثلا واحد منا نسخت من النت يعني لكن هو في اخطاء كثير يعني هتجمر جرام ما اروح زي كده فمثلا كان عملت الانتر يعني افترض انه كتبت إيت الكلام ده خلاص وجيت كتبت ليه ونسخت ليه, ليه انتر يعني طيب هنشوف يجيب شنو خلاص يلا هو قال لك مثلا في الجرام إيه غلطت في الحته الفلانيه خلاص في السبيلنج غلطت في الحته الفلانيه الكلمه دي ما صح هنا <applause> قال لك برضه بروبريت ways معرف the other to each other whereas to and خلاص وقال أداك نسخة محسنة من نفس النص حقك خلاص آه ممكن ده برضه نص ثاني خلاص ممكن ده كمان تسأله من more details وشكله ما جاب أي حاجة بالتفصيل خلاص جاب فقط جزء من النقاط اللي كان فيها errors خلاص لكن ممكن تفصل ليه دقيقة مثلا in this paragraph I want you to explain all the errors يعني كل, كل... ولا مش ال errors mistakes آه... طبعاً ده نص ثاني حسي مثلا خلاص آه... دقيقة وطبعا انت مرات ما يعني ما بالضروري يجيب لك بالشكل ده الا بجرامر سبيل ممكن يحط تاريخ في نقاط مفصلة كل واحدة كله خطا في سطر براو آه... مهم. يعني نشوف يعني حسي مثلا شنو طوال تلقيه صحيح لك نفس النص اللي كتبته انت الحاجه دي مفيده شديد في حته الرايتنج آه يعني ممكن تخليه صحيح لك النقاط اللي الل الل فيها غلط آه ممكن تخليه يكتب لك نسخة أحسن من نفس النص اللي كاتبه أنت خلاص يوريك مثلا الحتات اللي كان فيها ما كويس خلاص يوريك في جملة محددة أنت ما عرفت تكتبها بالشكل المناسب يوريك كيف تكتبها بشكل أحسن يوريك طريقة الج... يعني مثلا في جرامر ما عرفت لو تظبط كويس يديك طريقة يعني شنو يوريك الجرامر الصح ممكن انت لو عندك موضوع ده تكتب عنه لكن ما عندك عنه افكار ما عندك عنه ايديز تقول لي اديني ايديز واديني مثال مكتوب عديل للموضوع ده تكتب عنه ده فممكن تشيل انت منه فوكابلري تشيل منه جرامر تشيل منه افكار ايديز ف صراحة الموضوع شنو؟ يعني هسه الكلام الكلام اللي كتبته ده هو بس مجرد فكرة خلاص انه انت كيف ممكن تستخدمه عشان شنو تستفيد منه في الانجليزي لكن الموضوع شنو الموضوع صراحة هو limited by your imagination يعني هو محدود بس بخيالك انت انت ممكن تكتب ليش شنو؟ خلاص انت ممكن تكتب لاي حاجه هون ممكن يتقمص لك اي شخصيه انا هسه خليته يتقمص شخصيه زي بتاع شنو زي بيقدر صحي على الانجليزي او استاذ حق انجليزي خلاص وقادر يطلع لك الجرامر يكتب لك احسن محسن من نفس النص الكاتب وانت بشكل احسن كثير صحي لك الكلمه يصحي لك الجمل اي حاجه ممكن طبعا انت تخليه يبقى لك يعني شنو تديه سياق يبقى لك في اي حاجه يعني غير انه مثلا استاذ حق انجليزي مثلا فممكن تساله آه اي ونت مثلا بغض النظر يعني مثلا يعني انت مثلا تقول بروف حق رياضيات بدك لي مساله مثلا ولا يعني شنو الفكره انه المعلومات اللي انت محتاج لها بغض النظر عن تخصصك انت شنو هي موجوده جوا جو جو ال موجوده جوا الموديل حق الـ جي بي تي ولا غيره موجوده لكن انت كيف تكتب النص المناسب عشان تستخدم المعلومه دي خلاص كيف تكتب النص المناسب اللي بديك المعلومه اللي انت فعلا دايره يعني ما مع هي معلومه ساي خلاص ف شايفين الكلام اللي حسي قلته ده ان كيف تكتب النص المناسب عشان تطلع المعلومه ده جزء في الاي اي بيسموه البرومبت انجينيرنج البرومبت انجينيرنج برومبت امر يعني خلاص انجينيرنج هندسه اللي هو بيسموه هندسه الاوامر طبعا المصطلح ده كان فتشتوه في النت هتلقوا فيه كلام كثير شديد مرات تلقوا فيه كتب عديل خلاص ف ال ال يعني الفكره ان الموضوع ده بيتكلم كل مره عن شنو عن انه كيف انت تقدر تستخدم معلومات الدائره من تشات جي بي تي بغض النظر المعلومه دي بتتكلم عن شنو خلاص فانا حسي الكلام اللي اديتكم إليكم اديته لكم في الافكار اللي شرحتها الاربع ولا الخمس افكار دي هي مجرد طرق ممكن استخدم بيت تشات جي بي تي او هي الطرق اللي قاعد استخدمها بشكل يومي عموما يعني خلاص آه لكن عموما الموضوع اكبر من كده بكثير يعني ممكن تستخدمه في اي حاجه في اي تخصص ممكن تستفيد منه حتات كثيره شديد جدا يعني فصراحه الموضوع كبير وانتريستنج يعني انتريستنج جديد حسي مثلا لو لو بتعرفوا حاجه اسمها جيت هاب وفي حاجه اسمها كوبايلت موديل زي تشات جي بي تي اسمه كوبايلت لكن ده حق مبرمجين تقريبا في ولا كواد بس وحاجات زي كده تمام الموديل ده في الحقيقه هو يعني موديل عادي يعني زي تشات جي بي تي لكن فيه برومبت انجينير ثقيل شديد مره واحده خلاص مضيف له برومبت يعني مضيف له اوامر تحت تحت عشان تطلع الكود باحسن صوره ممكنه حسيت انا ما عارف انتوا فكرتوا الحته دي لكن حسيت الكلام اللي بندخله هنا ما مباشرة بمشي يخش الموديل، في الحقيقة انه في كلام كثير مدسوس في الموديل جوا نحن ما شايفينه سو مايكروسوفت يعني الموديل ولا حاجه ناس حتى ناس جي بي تي يعني خلاص داسين كلام جوا بحيث انه شنو الكلام اللي بتكتبه انت بيشيلوا بلصقهم مع الكلام المكتوب عندهم وبيدخل الكلام ده كله للجي جي بي تي الكلام المكتوب عندهم ده بيكون شنو بيكون زي تقييدات خلاص مثلا الزود لو طلب منك حاجه خطيره انه مثلا كيف اسوي السلاح الفلاني ولا كيف؟ طبعا هذه مشكله يعني بتسوي للشركه ذاتها مشكله. فطوالي انت لو حتى لو سالت عن حاجات زي دي طوالي بيجيب لك ريزلت يقول لك انا ما عارف انا لانجوج موديل ما بعرف اجاوب الحاجه دي وكده، خلاص؟ فالفكره انه شنو؟ الفكره انه ال يعني هو بخط التقييدات دي يعني في يعني عشان شنو المهم يخلي الزول شنو ما ما يتجاوز الحدود يعني ولا يستخدمه في حتات ممنوعه ولا كده فيلا ده كله برومبتنج يعني انتوا شفتوا اي نص بيخش هنا بيتم اخذه بيلصقوه مع نص كبير شديد قاعد جوا الموديل يعني داسين ناس مايكروسوفت بعدين ذلك بيشيلوا الكلام ده كله بيدخلوا لي تشات جي بي تي الموديل الفعلي النموذج وبيطلع لك الريزلت يدوك لها هنا خلاص فده الحاصل مثلا في كوبايلت كوبايلت هو اصلا نموذج زي تشات جي بي تي لكن شنو حق مبرمجين في الحقيقه لما تكتب لي من الكود الفلاني في كلام كثير شديد مكتوب ورا هم بيشيلوا الكلام ده بيلصقوه مع الكلام ده وبيدخلوا لي الموديل عشان يديك ريزلت سمحه فانت كل ما احترفت موضوع برومبت انجينيرينج كل ما تحصلت على ريزالتس احسن بكثير شديد ويعني نتائج مبهرة صراحة بغض النظر عن تخصصك شنو ف دي, النقطة حقت الأخيرة حقت البرومت أعتقد Engineering. عموما يعني ال دقيقة والله ما أعلم كل حاجة أعتقد ذكرت ما أعتقد في شيء ثاني إذا لو في طريقة أسئلة ممكن نشيل أسئلة بس دقيقه شايف ال... عموما انا الكلام اللي قبل قلته حق الريسيرش ده طبعا الناس تاخذ بكل زول مسؤوليته الشخصيه يعني خلاص حته الريسيرش انك تكتب تستخدم كتابه الريسيرش ولا كتابه بيش ليتر انت حر انا ما بقدر اقول لك لا يعني استخدم بالطريقه الشايفه لكن عموما هل في انظمه ممكن تكتشف انه ده مكتوب بـ مكتوب بي اي ولا ما مكتوب بـ اي فيه وممكن تكتشفه خلاص في ده تستخدمه استخدمه بس شنو بمسؤوليتك انت الشخصيه شايفه انت تستخدمه كيف ولا لهذه الدرجة أشيل منه معلومات لهذه الدرجة أنسخ مباشر أغير فيه فالحاجة أعتقد يمكن الزواجات يبحث فيها بشكل أفضل يعني عموما لكن يهودي أعتقد النهاية حقت السيشن وشاكرين أو... للحضور يعني وممكن لو في ناس عندهم أسئلة ولا كده ممكن يتفضلوا دقيقة طبعا الهناية ده محفوظ يعني الناس ما تشيل هم بالموضوع الشغل ده كله محفوظ ان شاء الله بترفع طبعا بينجي آي ده مجاني يزول ممكن يخش عادي يعني الموضوع يزي ان شاء الله ممكن تكتبوا عديل في الهناية يعني في الـ جوجل بلاي لو كتبتوا بينجي آي بيطلع عليكم ال يطلع عليكم طوال يعني كثر مستخدمينه والله يسمع شيء صراحه انا هو بالنسبه لي الاصلي يعني المين خلاص شغال به عديل ف يعني ان شاء الله هين بنج اي طبعا مجاني خلاص دقيقة بس طبعا عشان آمين آه. وجزاكم خيرا إن شاء الله في, ط آه في, في طبعا في سؤال كان هل محتاج اتخصص في البرومبت انجيرينج في الاي تي عشان عم اعرف برومبت انجيرينج الإجابة لا طبعا موضوع ايزي جديد يعني الموضوع انه بس ايه الموضوع لغه انا يعني كيف اصوغ باللغه العاديه دي يعني بالانجليزي العادي انا يعني كيف اصوغ الاوامر المناسبه عشان اطلع المعلومات منه خلاص يعني صراحه يمكن الحته بعيده شويه عشان اقدر احس القى انه كيف الشروحات للحاجه دي لكن لو فتشت الموضوع الموضوع ايزي يعني ممكن الواحد يفصل فيه عادي لكن عموما كده يعني خلاص بتلقى في كتب مثلا بتفصل الموضوع بشكل اوفر يعني خلاص ما, ما ضروري للدرجه دي يعني حسي دي انا حاسس هاي انا قاعد اسال قلت احس دي هي اللي شايفها مستخدمه انا بشكل يومي عادي يعني في يومي عادي في السنه كامله بستخدمها طوالي شديد لكن هل عموما كده اي حاجه انا بستخدمها ما أي حاجه بستخدمها نادي شديد بحتاج الحاجات دي يعني الثانيه يعني لكن لو داني تفاصيل تلقوا تفاصيل خلاص لو داني تفاصيل تلقوا تفاصيل راكده يعني ان شاء الله هو في الافضل بينج اي ولا تشات جي بي تي في الحقيقه شايف الاثنين الاثنين شغالين بالاساس حقهم حاجه اسمها جي بي تي 4 الاثنين شغالين بجي بي تي 4 فالريزلت اللي هنا نفس اللي بتلقاه هنا يلا شات جي بي تي تقريبا مدينك في, في, ميزه مدينك لان مدينك فسحه في الكتاب يعني ممكن تكتب كلام كثير ويديك رصاص كثير عادي كثير يعني كثير كثير يعني ما كثير ساي كلام كثير شديد خلاص ليش يلا بينج اي تقريبا حادين الحاجه دي بكلمات زي 4000 حرف سؤالك ممكن يكون 4000 حرف ممكن تسال من تفاصيل زياده لو داير لكن بينج اي في ميزه سمحه انه ممكن يتوصل بالانترنت يعني ممكن يجيب لك معلومات من الانترنت الحاجه دي مفيده متين مفيده لما يكون في بيبر مثلا نزلت جديده كرت يعني خلاص نزلت لي يومين يلا تشات جي بي تي ما مدرب على الأدى. ما, ما عنده توصل للانترنت وما مدرب على, مدرب على الجديده خلاص فانت حاجه زي بينج ايه بتفيدك شديد انه عنده وصول للانترنت ممكن توصل لك المعلومه اللي لك البيبر مباشره ممكن تستفيد منه شديد في الحته دي يعني البيبر اللي هنا ممكن بس بعد اخلص نشوف سجله طبعا انا يا دوب مبتدئ في الحتات يعني ف شوي شوي بحاول لكن بقدر الامكان اللي هنا ده انزله ان شاء الله الموقع المدفوع ولا مجاني الموقع حق الشات جي, جي بي تي تقريبا فيه نسخه مدفوعه لكن بينج اي مجاني الفكره طبعا أنه شنو ناس بينج طبعا هم نفس لي جوجل يعني عندهم عندهم شيء بحث زي جوجل كده خلاص فالفكرة الفكره انهم لما اضافوا تشات جي, جي بي تي طبعا كانوا مهجرين زي غالباً ما في ناس بينج لما اضافوا تشات جي, جي بي تي الامه دي كلها قلبت شنو قلبت في بينج يعني كتار استخدموا بينج وفجاه كده شعبيته ارتفعت كثير وكده فشكل الش... الشركه ما تحاول جاني حاسس لأنه شنو جايب لها جايب لها ناس كثيره يعني فالناس تستفيد من الحته دي يعني حق بينج ايضا وطبعا كان في ويت ليست كان في وانا كنت بسجل بعد ذلك بيفتح لك الاكسس بعد زي ستة، سبع يوم تقريبا يمكن آه. تقريبا الغاء حسي ممكن تشتغل فيه طوال يعني في سؤال هل هو مفيد في كتابة يجلب الريفرنسز في كتابة الأوراق العلمية؟ والله هو شوف هو مفيد لكن أنت بس شنو؟ الواحد يعمل حسابه أنت ما تستخدم يعني هو بيجيب لك بيبرز بيجيب لك أي معلومات دائرة دا تسأل مثلا من كورسز في الموضوع الفلاني أنا مثلا داير الموضوع الفلاني ده كتب كويسة في الحتة الفلانية يعني في المجال الفلاني ممكن تسأله عادي بيديك كتب كويسة يعني بعد كده ممكن تفتشها براك يعني مثلا مثلا هسي لو كتبت مثلا أي ونت بوكس مثلا يتكلم عن مثلا أي أي موضوع مثلا خلاص الاي AI مثلا طوال بيجي لك اقتراحات الكتاب الفلاني باي الاوثر الفلاني الكتاب الفلاني باي الأثر الفلاني فانت إيه لو قصدك تفتش عن كتب ولا حابب تتكلم عن موضوع معين فاكيد يوسف لما غلط يعني يوسف شديد ان شاء الله الفرق بين بينج وجوجل حق بارد هم مبنيين على حاجة مختلفة الأساس حقهم مختلف حق 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 بينج مبني على نفس حق تشات جي بي تي اللي هو بيسموه جي بي تي 4 يعني حق جوجل مبني على موديل جديد نموذج جديد اسمه بالم خلاص عموما أنا جربته الاثنين لكن بالم صراحة ما 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 سمعها. صراحة أنا من تجربتي ما ما بيسمح لحد هسه ما وصل ما ما تفوق على بينج أنا بقدر أقدر أكد الحتة دي أقدر أستخدمه حر لكن شخصيا أنا بالنسبة لي كان أسوأ يعني يمكن زول ثاني كنت جبته افضل من آه يعني من غيري يعني الله اعلم ف... الرابط حقك الشات جي هو قصده بين دقيقة طيب انا ممكن انزل الرابط في ال... في اللايف شات وطبعا عندي زي سمري انا كده كان كاتبه وقاعد سمري للكلام في الحصل في في اللي حصل في بس لو اديتوني دقيقتين كده أنا ممكن أنزله بس دقيقة بس في حاجة رسلتها في الشات دقيقة بس ال... ملخص عفوي كده صراحة ما ملخص رسمي تقدر تقول حاجة عفوية كده الكلام اللي حصل في ال... في الميتين كامل ممكن برضه أرسل لناس الزوم يلا في نقطة مهمة في حتة الكودينج وال... والماث آه هو صراحه المودلز ذاته في طريقه عمل الاساسيه ذاته المودلز دي بتشتغل كيف المودلز دي تعتمد على التشابه حق السياقات التشابه حق السياقات خلاص ما بتعتمد على المنطق ولا الريزونينج ولا السببيه يعني المودل ما قادر يفهم مش فهم ما قادر يفهم لكن قادر يربط قادر يربط بين السياقات يعني دي طريقته في, في الاساس جوا عامل كيف شغال كيف شغال كده يعني تخيل انت مثلا دخلت لك رياضيات خلاص عندك كتاب مثلا مرجع قريت منه ممكن تخش لو فهمت الموضوع ممكن تخش تحله صح؟ طيب في زول بيقول لنا حتى ممكن ادي الشات جي بي تي مساله ويحل عليه صح يعني الله لازم انا بيفهم منطقي الكتاب، هو في الحقيقه الحاصل شنو الحاصل انك تخيل انت زي زول خش مرجع خش امتحان رياضيات مثلا وهو قال المرجع فيهم الدرس وبين زول ثاني خلاص قبال الامتحان مش حفظ له خلاص 10 ولا 15 الف مرجع حق رياضيات ويا خاشي <applause> <applause> الرزاز بتكون كيف خلاص ذاك حفظ مش فهم حفظ المسائل حفظ ويقدر يحل حاجات قريبه شديد منها لكن مختلفه جدا ما بيقدر يحلها ما بتحصل على ريزلتس كويسه بتحصل على ريزلتس كويسه فده الحاصل حاصل انه شنو شات جي بي تي ما ما بيفهم لوجيك ما بيفهم ريزونينج ما بيفهم لكن بيقدر شنو بيعرف يتشابك بين السياقات بقدر الامكان وده داتا كثيره شديد داتا نصيه كثيره بكل معنى الكلمه ما يقارب ال 45000 جيجا بايت يعني حكايه ما يقارب يعني النصوص 45000 جيجا بايت شيء ضخم يعني خلاص تريليونات من الجمل يعني فشنو هو قادر نوعا ما يعني بالسياقات دي قادر يعمل لحتات كثيره لكن ما افضل شيء خلاص فانت لما تستخدم في الكودينج ولا في الرياضيات لازم تو تيك كير شديد في الحته دي يعني خلاص الريزلتس اللي بتشيلها ما تشيلها مباشره آه تتأكد يعني تاكد يعني انت اي ريزلتس في الحته دي تحديدا شايفه محتاج منطق ولا رياضيه يعني سببيه يعني اي شيء فيه سبب ولا كده تراجع الريزلتس ادك ليها مرات بيكتب لك كلام فاضي صراحه خلاص لكن مرات بيديك ريزلتس وشرح محترم شديد فدي اعتقد امبورتنت بوينت يعني في الاستخدام لكن عموما انت ممكن تسال من الكود تشوف براك يعني صراحه ما دائما بدي يعني كل ما الكود معقد اكثر كل ما كان الموضوع بالنسبه له اصعب اكثر يعني فما بقدر اقول لك فجاه كذا كيف اقدر يطلع صح يعني الا تجرب معاه مثلا تدي الكود تساله من السؤال تشيل منه الكود تجرب الكود يطلع له فيه ايرور الايرور تقول لي مثلا جاني الايرور الفلاني تقول لي صلح لي الايرور ده يقول لك اي معليش بصلحه لك خلاص ثاني ترى جاك ايرور ثاني ثاني ترجعه له خلاص المهم تشتغل زي كذا يعني صراحه في في نقطه هي برضو ذكرتها ريم هنا في الديسكشن <applause> انه <الـ تصفيق> مرات بيديك ريفرنسز هي اصلا ما موجوده يكون كلام كده وساي من الراس فدي دي برضه بوينتس مهمه يعني انه شنو مرات بيكتب لك كلام كده انت بتشوفه مقنع جدا بيقول لك انا شلته من الريفرنس <applause> الفلاني خلاص ده <لكن> كيف فعلا <applause> بيطلع ما في اصلا بيبر وليسين ده مرات بتحصل يعني فالزول شنو تو تيك شديد يعني اعتقد بينج اي افضل برضه في الحته دي صراحه من شات جي بي تي لان شات جي بي تي هناك بيكون معتمد على الكلام اللي عنده بس لكن بينج اي معتمد على حاجة من النت هو ذاته ممكن يديك الريفرنسز في اخر ال... في اخر, ال... في, آخر, ال... في, آخر ال... في اخر الشات بالنسبه لرامج حق دل... الديكتكتور اللي شات جي بي تي بينج اي صراحه في واحد اسمه اوريجيناليتي تقريبا اي اي لكن ده بقروش تقريبا هو احسن واحد في واحد مجاني اسمه زيرو جي بي تي خلاص ممكن تبحث عنه تبحث عنه في, في النت لدينا يعني في سؤال برضو الترقيم اللي بيكون اسفل الاجابه ده حق شنو تقريبا في سؤال فوق اللي هي حته إنه شنو انت آه في في ال conversation الكامل في المحادثه الكامله بيكون عندك حزة 20, 20 سؤال 20 اجابه من جي بي تي بعد ذاك اللي تضغط نيو conversation، نيو تشات يعني محادثه جديده عندهم حزة زي طبعا عشان يخفوا التكاليف عموما عم يعني آه فاعتقد يا هيدي اي حاجه رايت ال كده احتمال احتمال الميتنج ده شايف افضل وجزاكم الله خير يا اخي وشكورين على المتابعه يعني اشوفكم على خير